السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواتنا وحبايبنا، كل عام وأنتم بخير. مسابقة عيد الأضحى تحدي الأبطال كبسي، النهاردة إن شاء الله هنقدم منتج حلو. هديكم بس فكرة، الوضع اللي إحنا صورناه مع بعض في المسابقة، عملناها سيلر الأول، إدينا سكينتين معجون صنفرنا، إدينا وش سيلر 2000، بعد كده إدينا بليستر كبسي أبيض على شفاف اللي هو ده بليستر 700 الأبيض على شفاف، بعد كده دلوقتي إحنا معجناها تاني وصنفرناها، أنا شطبها بروتين أبيض. فالنهارده هكلمكم عن منتج جميل جدا جدا جدا، البروتان 2320، ده دبل فانكشن. طب يعني ايه دبل فانكشن؟ ده يعني بيقوم معايا بوظيفتين، ممكن يعمل معايا حاجتين. الحاجه الاولانيه انا ممكن استخدمه كبطانه تحت البروتان الابيض او تحت البويه الفرن، ادي منه وش بطانه اشطب عليه فالتشطيب يطلع معايا رايق، لان دايما الفيلر السريع من الحاجات اللي هتمص معايا اللمعه وتهدي معايا اللمعه، ممكن تعمل معايا مشاكل في الشغل. فده كبطانه تحت البويه الفرن تحت بويه الاخشاب، ممتاز جدا جدا جدا. طب الوظيفه الثانيه ليه؟ انا لو عايز التشطيب بتاعي يطلع ربع لامع او لمعته هاديه اشطب من ده على طول، لو الارضيه معايا مظبوطه وحلوه مش محتاجه حاجه اشطب منه وش، ممكن 4 5 ساعات انعمه واشطب منه هيدي معايا ربع لامع. فدوت اللي هو الدبل فانكشن او اسمه في السوق زي ما احنا بنقول عليه كصناعيه، ده السرفيسر البطيء معاه مصلب، المصلب بتاعه 2135، ده رقم المصلب بتاعه. يا جماعه هندربه على المسطره، احنا قلنا المسطره رقم واحد بتاع كبسي دي بندرب عليها البويه الفرن وبندرب عليها البروتانات، اي حاجه معاها مصلب يبقى من سيستم البروتان او من البويه الفرن بتتدرب على المسطره رقم واحد، نسبه 100% 50% 30% تنر. وانا يستحسن ان انا استخدم معاه تنر يكون بطيء او تنر تشطيب عشان يكون هادي، ما يكونش تنر سريع، التنر السريع ممكن يخلي معايا يحصل فيه رذاذ او حاجه زي كده. لو ما عنديش تنر بطيء استخدم شويه تنر فرن عليه، هظبط معايا دي ان شاء الله. ده ابيض اهو يا جماعه زي ما قلت لكم، ده ينفع تشطيب، ده دبل فانكشن ينفع معايا تشطيب بس هيدي معايا ربع لمعه. هنضربه على المسطره، مسطره الكبسه رقم واحد، قلنا اهم حاجه في المسطره يكون عدل من تحت، وفضل على اربعه حاجه بسيطه هنكملهم اربعه عشان النسب معايا تطلع معايا مظبوط. هحط بقى المصلب في الخانه اللي بعدها عند رقم 4. اهي يا جماعه رقم 4 اهي عند خانه رقم 4 في العمود الثاني في المصلب الهاردنر، هحط المصلب بتاعي. كده حفظت على نسبة 50% بعد كده عند رقم 4 هحط شوية تنر فرن وهكملهم تنر عادي، لأن ده عايز تنر يكون بطيء شوية ما يكونش تنر سريع. كده عند 4 اهي، كده حفظنا على النسبة المظبوطة اللي تديني معايا عرق البوهية مظبوط. هقلب هرش وش وخمس دقايق ارجع ارد عليه كمان وش، وكده الشغل يبقى جاهز معايا على التشطيب هنعمه، وعشان طب ان شاء الله تشوف معايا في التشطيب برضه بويه البروتين الابيض ان شاء الله. Thank you.
كده يا جماعه بدنا اتعرفنا على المنتج الدبل فانكشن اللي هو البروتان اللي هو السرفيسر البطيء 2320. جماعه نصيحه كل زمايلي، لو هتشتغل بوهيا فرن بلاش فلل سريع خالص، استخدم ده تحت البوهيا الفرن او تحت البروتان الابيض. حاجه جميله هيكس معاك بسرعه. تاني يوم هبدأ انا عم واغسله وابدا اشطب عليه، وان شاء الله هنشوف بوهيا في التشطيب مع بعض بروتان ابيض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.